برج العقرب راح تحدث فيه عن الأحوال العاطفية لإلك وللشريك، وراح تحدث كذلك حتى عن الأحوال العامة. راح أشرك كذلك حتى للذئب. راح نشوف شو بيخبر لهم شهر يونيو. وما تنسوا إنه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي القمري طالع، وفي إمكانية إنه تكون قراءة عكسية، وخاصة إذا تحدثنا عن الجانب العاطفي. أوكي، عم شوفك يا برج العقرب. تهدف إلى بدء بداية جديدة أو علاقة حب جديدة، بس عم شوفك كأنه أنت مشوش الفكر وخايف، أو عم تقارن الحب القديم بالحب الجديد، أو عندك اختيارات وما عم تعرف كيف تختار بينها. أوكي، عم شوفك يعني واقف محتار أي قرار تتخذ بحياتك. ممكن ما تكون علاقة عاطفية، ممكن تكون حتى شراكة عمل، يكون مشروع، يكون شغل، أي شيء ممكن أنت عم تفكر فيه. بالنسبة للشريك عم شوفه معتزل، قاعد لحاله، ما عم يحكي معك. ممكن عم شوفه هذا الإنسان هو السول ميت تبعك، هو توأم الشعلة تبعك، توأم الروح، النسخة المطابقة لك أو النسخة التي تكملك. بس عم شوفه هذا الإنسان مجروح أو يعني تعبين جدا. عم شوفه عازل حاله عن كل الناس، عن كل المجتمع، عنك كذلك. ممكن تكونوا مبتعدين عن بعض. عم شوف كذلك على انه عازل حاله عن كل المجتمع، مش فقط انت، العالم. عم شوف كذلك على انه وارد جدا بهذه القراءة انه انتم مبتعدين عن بعض، لانه عم شوفه عم يتذكرك، وكأنه انتم قضيتوا وقت كتير طويل مع بعض، أو قضيتوا أوقات حلوة جميلة جدا وأنتوا مع بعض. أوكي، عم شوف كذلك حتى أنه أنت غايل بقلبك تجاه هذا الإنسان كذلك، بس عم شوفك كأنه صرت كذلك حتى أنت تبتعد. أو ممكن شكل لك هذا الإنسان مشاكل، أو عمل لك مشاكل بالعائلة فصرت تبتعد أكثر. عم شوف كذلك حتى أنت منزوي ومبتعد عن هذا الشخص. ممكن أنت تتعامل مع برج العذراء أو تتعامل مع برج الدلو. كذلك عم شوف برج الثور أو الميزان، الجوزاء كذلك. عم شوف هذا الإنسان كذلك يتمنى رجوعك، أو يتمنى تغيير شيء، أو يحصل شيء بحياته، لأنه هذا الإنسان حياته شوي موترة أو مكركبة، ما عارف شو يعمل أو أي قرار يتخذ أو أي طريق يسلك. ممكن هذا الإنسان حيران جدا، عنده أشياء مو بس أنت اللي مسببها، يعني الحياة عامة. ممكن أنت شايل بقلبك تجاه هذا الإنسان لأنه ابتعد من غير ما يفسر ولا كلمة. إذا ممكن حاول إنه يجي عندك يا برج العقرب، ممكن عم شوف ردة فعلك حتكون ردة فعل صعبة. ممكن تنفجر بوجه هذا الإنسان، ممكن تحكي له كلام قاسي جدا. عم شوفك شخص ممكن تقوله كلام جارح جدا، يبتعد ابتعاد آخر. لهيك عم شوف منزوي منعزل، ممكن متخوف من ردة فعلك. عم شوف كذلك حتى هو يريد، يرغب في إرجاع أو في بداية جديدة. أوكي، يريد صلحة، يريد تغيير الأمور. بس ممكن بيعرف إنه أنت شخصية صعبة، منك شخصية سهلة إنه يتعامل معها. أوكي، عم شوفه كذلك على إنه هو رح يعمل خطوة. أوكي، بس الخطوة رح تجي متأخرة، ما رح تجي بالوقت اللي انت مثلا شهر جون. عم شوف الامور تتأخر او رح تعمل يعني متأخر جدا. عم شوف انه نهاية العلاقة رح تكون بشكل سعيد، يعني عم شوف على انه هو يحمل حب كتير قوي تجاهك، وعم شوفه يعمل خطوة، بس رح تتأخر هذه الخطوة. ما رح تفكر انه العلاقة رح تكون بشهر جون جيدة. أوكي، عم شوف على أنه هذا الإنسان يدرك أنه مذنب، يعني يشعر لأنه هو المذنب بهذه العلاقة ويدرك ذلك، بس ممكن
ما قادر يعني يفصح عن ذلك أو يعمل خطوة إليك. ممكن كذلك عم شوف على أنه عنده مشاكل بما تتعلق بالمال أو بالعمل، ما بيخليه كذلك يكون راكز الذهن. عم شوفك كذلك على أنه ممكن تكون عندك فرصة حب جديدة، أو ممكن يعاد صياغة هذه العلاقة بشكل جديد. ممكن تكون تبدأوا العلاقة بس بشكل آخر، ما رح تكون نفس المشاكل، رح ممكن تتكلموا لأنه عم شوف في كوميونيكيشن، بس هذا الكلام أو هذه الرسائل ستتأخر يا برج العقرب، ما رح يكون في تواصل بالوقت الحالي. في رغبة وفي نية إنه تتكلموا مع بعض، وخاصة هو عم شوف في رغبة، بس أنت عم شوفك يعني الشايل بقلبك تجاه هذا الإنسان، ومتوتر أكثر، وممكن بتعد من غير ما يفسر. لهيك انت عم شوفك كتير شايل بقلبك تجاه هذا الشخص. بس عامة الطاقة جيدة جدا. حاول اذا هو انسان مثلا طيب وانسان عنده خلق، بس ما اعتزل من غير ما يحكي لإلك، حاول انه تلتمس لإله العذر، لانه عم شوفه يظهر بانه في مشاكل تتعلق بالمال والعمل، وعم شوفه لانه يحس انه مذنب، يشعر بذلك. يكفي هذا التأنيب الضمير الذي يعيشه يا برج العقرب. عم شوف كذلك حتى لعزة برج العقرب، عم شوف في حب جديد بتطلع the lovers، كمان في ال ice of pentacles، ال ice of cups. عم شوف حتى هذا ال three of pentacles بتعني الزواج، بتعني ال commitment، بتعني الارتباط. اوكي، ممكن يكون في ارتباط جديد بحياة برج العقرب، ممكن يكون حدا كذلك من برج العقرب. عم شوفه شخص مشهور او شخص elegant وشايني، شخص مشع، شخص معروف، شخص يجلب الأعين كتير، شخص بحبوه الناس. عم شوفه كذلك شخصية ناجح جدا، ممكن يشتغل بكل ما يتعلق بالحكومة أو بالدولة، بيشتغل مثلا بالقطاعات العسكرية وبالقطاع الأمن. عم شوفه كذلك ممكن يشتغل بالتعليم، هذا الإنسان ممكن يطلب إيدك أو ممكن حتى يريد الزواج منك. أوكي، للبعض ممكن يكون تقدم أو يتقدم هذا الإنسان أو يطلب إيدك، لأنه عم شوفه شايل كاس الحب أو كاس المي لا 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 يتحدث معك. أوكي، عم شوفه كذلك إنسان لبق الكلام، إنسان بيعرف كيف يتحدث. عم شوفه يعمل خطوة مشان إنه يكون معك. هذا بالنسبة للناس العزاب. أما بالنسبة للحياة العامة يا برج العقرب، عم شوف في بداية جديدة تتعلق بكسب أموال. هذه الأموال ممكن تأتي من مبادرات، ممكن تعمل أشياء تخص المساعدات الإنسانية، أو ممكن تتجه يا برج العقرب إلى المساعدات الإنسانية، أو ممكن تكون يعني تشتغل بجمعية مساعدة الناس. نشوف كذلك ممكن عندك رغبة إنه تبني بيت أو تتزوج كذلك. عم شوف على أنه عم شوفك يعني ممكن يكون عندك بهذا الشهر عزومات، أو ممكن أنت يكون عندك ضيوف بالبيت. عم شوفك تهتم لكل ما هو يتعلق بالاستقرار العاطفي والروحاني. عم شوف كذلك حتى يا برج العقرب ممكن في قضية بالمحكمة، عم شوفها يعني ممكن تربحها. إذا كان عندك مشاكل تتعلق بالنوم يا برج العقرب، فعم شوف عم شوفك بهذا الشهر ممكن شوي عندك خلافات مع الناس، عندك خلافات مع ربك بالعمل. ممكن أنت تلجأ إلى عمل مشروع والابتعاد عن العمل بشركة أو عند شخص. أوكي، ممكن ما تلاقي حالك تلاقي مشاكل معه وتلتجئ إلى عمل مشروع خاص. عم شوف في أعباء كتيرة ممكن تكون على عاتقك يا برج العقرب، وخاصة بالعمل. عم شوف ما عندك استقرار، بتحس حالك إنه منك مستقر، لهيك عم تلتجئ إلى كل ما هو روحانيات وكل ما هو صداقات وجمعيات والإهداء للناس عشان يحصل هذا الاستقرار بحياتك. عم شوف كذلك نجاح بقضية
تتعلق بالمحكمة، عم شوف كذلك عندك أرق، بس عم شوف عامة الطاقة تتجه حول الانعزال يا برج العقرب، عم شوف كذلك عندك هدف، وعم شوفك مسكر أبواب كتير على ناس ما بيستحقوا، خاصة الناس المتطفلين اللي عم تاخذ الأخبار وعم تجيبها. أوكي، عم شوفك عم مقفل أبواب تجاه هاد الناس، ما عم تعطيها أو ما عم تسمح لها إنه تتدخل بحياتك. كذلك عم شوف على إنه ممكن في شخص خبيث كما قلت يتدخل بحياتك، حاول إنه تسكر الأبواب عليه، ما تحاول إنه تفتح الأبواب أبدا. لكن طاقتك أنت وأصحاب المجموعة الأولى برج الميزان، أو حاليا أنتوا عم تبحثوا عن توازن بالحياة، عم شوف في بدء بداية جديدة بالحياة، كأنه شخص ابتعد عنكم وأنتوا بدكم تبدأوا بداية جديدة. أوكي، تبحثوا عن التوازن، شخص خاصة هالإنسان اللي ابتعد عنكم شخص بتحبوه، كانت في علاقة حب جميلة بيناتكم، بس عم شوف الأمور باءت بالفشل أو العلاقة ما كانت جيدة بيناتكم. أوكي، أنا عم شوفك عم تبحث عن توازن، عم تبحث عن استقرار أكثر بالحياة. أما الشريك حاليا عم شوفه في علاقة، يعني إذا هي وردة يعني هي بتعني كتير أشياء. هلا الورقي لمجموعة من الناس، الحبيب مش قادر يبعد عنكم، مش قادر يبتعد عن العلاقة، أو في حب قوي بينك وبينه، في نوع من التعلق بالعلاقة، بس للبعض عم شوف انه هالإنسان في خيانة، وخاصة عم شوف في خيانة جسدية مع أشخاص أخرى، يعني مع ناس تانيين. اوكي، بس وارد كما يظهر لي انه هو متعلق كتير بعلاقتكم، يعني انتو وياه متعلقين ببعض بشدة، مش قادرين تنسوا بعض. اوكي، عم شوف في تعلق شديد، وفي غيرة، وفي حب، وفي نوع من التملك بالعلاقة اكثر. اوكي، شابكين ببعض لدرجة لما بتبعدوا عن بعض، وخاصة هو لما بيبعد عنك بحس بألم، مش قادر يبعد. اوكي، انتو مع بعض تتألموا لما بتكونوا مع بعض، وحتى لما بتفترقوا يعني بتصير يعني بتتعبوا، التعب لما بتكونوا مع بعض ولما بتفترقوا مع بعض في تعب. اوكي، يعني علاقة كتير صعبة. اوكي، عم شوف كذلك انت خاصة صاحب القراءة، عم شوفه من بعد هالفراق اللي عم شوفه بالتاروت، انتو عم بتحاولوا تكونوا سعيدين، لانه عم يطلع انه انتم تحدثون توازن بالحياة، هيدا اللي بيطلع لك. كذلك انت يا صاحب القراءة عم شوفك حاليا عم تبحث عن اشياء تسعدك بالحياة، لانه العلاقة كانت جارحة جدا، وكان فيها خصام، وكان فيها زعل كتير قوي، وصرتوا عم تبحثوا عن حل لعلاقتكم أكثر. أوكي، لهيك أنا عم شوفك عم تلجأ لموضوع اللي عم تنسي كل هالأشياء السلبية اللي عشتها باللحظات الحلوة. كذلك حاليا عم شوفه بحاول يعني ينسى الموضوع. حاليا عم شوف هالشخص بعزلة، وعم يتمنى كتير أشياء بالحياة أنه تتحقق، يتمنى أنه تكون العلاقة جيدة معك، بس يعني ممكن حاليا أنتم مبتعدين. إذا ما كان في ابتعاد جسدي، عم شوف في ابتعاد شوي هيك بالعلاقة، في نوع من لأنه عم شوف العلاقة تأخذ منها التعلق أكثر. الشيء السلبي اللي عم تشوفه أنت فيه، ممكن هالإنسان عم يهتم للعائلة أكثر ما يهتم فيك، هذا للناس المتزوجين.
وارد يكون حتى الناس اللي بعلاقة، أوكي، عم شوفوا اهتماماته أكثر تنصب للعائلة، وممكن حدا بالعائلة توفى له، في أشياء بالعائلة حاليا عم يعيشها هالإنسان، وعم شوفوا هذا الأشياء الإيجابية، عم شوفوا شخص باور، يعني فيه نوع من ال ممكن يكون برج أسد وفيه هيك طاقة نارية أكثر، لأنه عم يطلع هالإنسان ممكن يكون برج الجدي وممكن يكون برج الأسد، وحتى القوس عم يطلع هون بالقراءة. عم يطلع الإنسان هيك شخصية نارية، شخصية مقدامة، شخصية هيك جميلة، عنده نوع من ال عنده انرجي او عنده طاقة كتير هائلة، بيعمل كتير اشياء، وعنده هيك عنده كتير طموحات بالحياة. اما هو عم يشوف انه عم يشوف على انه انت عندك مشكل ب ويعني عندك مشكل بعدم التوازن بالعلاقة، يعني انت ما بتعرف توازن العلاقة، انت شخص وهيدا بيبين لي هيك، انت والشريك لما بتدخلوا بالعلاقة بتدخلوا يعني لأعماق العلاقة، ممكن انتو بتحبوا بعض لدرجة بتصيروا تتحكموا ببعض، بصير هو يسأل عنك كل لحظة، يسأل عنك بأي وقت، ممكن انت عم تراقبيه بشدة، وهالأشياء انا عم شوف ما في توازن بالعلاقة، في نوع من التعلق الشديد بالعلاقة، هيدا عم يظهر لي هون. أما الأشياء الإيجابية، عم نشوفك شخص روحاني، شخص متدين، شخص عنده عمق داخلي جميل، أوكي، بحب فيك هالشخصية، وبحب أنه عميق جدا، عندك نوع ممكن شخصية إنسانية، عم تحبي الخير للناس وهيك جميلة، يعني هذا ينطبق على الرجل والمرأة، أوكي. كمان عم شوف أنا، وخاصة نواياك أنت، عم شوف النية، برغم أنه في زعل بيناتكم، في خصامات، وفي نوع من أنتم مش قادرين تبعدوا عن بعض، في نوع من بدك أنت، خاصة أنت بدك ترجعوا لبعض، تكونوا مع بعض، تكملوا الطريق، أوكي، تضلوا مع بعض. أما هو حاليا عم شوف في حب وفي كل شيء، بس هو حاليا مبتعد، حاليا ما عم ينوي شيء، عم يفكر واخد وقت لحاله، ما عم يقدر، يعني ما رح يعمل خطوة للأمام، أوكي، عم يفكر بنسبة كبيرة، بفكر يعني هالإنسان بحبك، بس ما مشوف في خطوة للأمام. إذا أنت ناوية إنه تكون خطوة زواج، خطوة يتقدم لك، يعمل شيء لإلك، ما عم شوف أبدا بهالوقت، لا، بس أنا عم شوف إنه هالإنسان نيته جميلة، بحبك، بس هو مبتعد بهذا الوقت، حتى لو كان لساتكن بالعلاقة، هالإنسان بهالمرحلة واخد بوز، واخد وقت لنفسه، بده يشوف أولوياته، أو بده ياخد وقت يقرر، أو ياخد قرار حاسم، أوكي؟ يعني العلاقة هل فيها زواج أو لا، حاليا ما عم نشوف، لسات رح تضلوا بهالمود تبع التعلق وتضلوا مع بعض وتكونوا هيك، يعني إذا بعدتوا عن بعض ما بتقدروا، وإذا ضليتوا مع بعض ما بتقدروا. بقول لك clear your space، يعني نظف محيطك، أو نظف الهالة تبعك، يعني
بيقول لك هالإنرجي تبعك أو طاقتك أنت اللي تحيطك، يعني الطاقة اللي بتحسها وبتشعر فيها أنت لازم ما تنقيه، لأنه في نوع من المراقبة والشك والغيرة والتملك. هيدا كل شيء بيضر، يعني هالطريقة بتضر، بتضر العلاقة أكثر ما بتنجحها. أوكي، أنا عم لاحظ في نوع من الخلط بين الحب وبين التعلق والشك. يعني عم شوف كتير ناس إذا بحبوا بصيروا يتملكوك، لا من الرجل لا من المرأة، وهيدي الطاقة مش صحية ولا طاقة حب. هيدي طاقة سلبية. أوكي، يعني فيك تحب الشخص بس ما فيك تتعلق فيه. أوكي، مثلا أنا بحب أمي، بس يعني ليس من المفروض أن تصير لإلي، تصير ملكي، يعني أملكها، أو مثلا إذا بدها تتزوج أملكها ما خليها. هذا نوع من الطاقة السلبية. أوكي، لازم تشيلوا فكرة إنه تملك الشخص، هيدي طاقة سلبية، لأنه ما عندنا الحق نملك أي حدا أو أي حيوان أو أي شخص. أوكي، لازم تعطيه حرية، لازم تعطيه طاقة أو سبيس لإله. أوكي، كمان هون بيقول لك، عم شوف كمان هون في نوع من ال تعلق، وكمان هون بيقول لك لازم تشافي حالك أو تشافي هالطاقة السلبية اللي أنت عايش فيها. هاي كل الورق بيحكي على أنه أنت والشريك، لا أحكي عنك فقط، أنت والشريك مساهمين بفشل هالعلاقة، لأنه في نوع من التعلق ومن التملك ومن الغيرة الشديدة. أوكي، عم شوف كمان أنه الصحة جيدة، بس انتبه للنوم، للأعين كذلك، انتبه لفمك، لأسنانك، حاول تغسلهم كتير منيح. انتبه لكل ما يدخل للفم من أكل، ما تأكل أي شيء عشان ممكن يسبب لك مشاكل بالمعدة. كذلك انتبه، كذلك حاول تعمل توازن كتير كبير بحياتك بكل ما يتعلق بالحب وحتى بالعمل، وحتى حاول تكون هادئ أكثر. عم شوفك شوي موتر، بس عامة الطاقة فيها شيء من الـ الاهتمام أكثر بالفاينانس. عم شوفك المال والعمل يأخذ حصة كبيرة بشهر يونيو لبرج العقرب. أوكي، حاول تهتم بهذه الأمور وما رح يكون إلا الخير إن شاء الله. هيدا كل شيء، بتمنى لك كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.